نحن كل يوم تمر بنا أحداث ربما تحسن لأحدهم ثم ينكر المعروف، ينكر المعروف، ربما تمد يد العون لأحدهم وتخرجه من الوحل الذي عاش به، ثم حينما ينظف هندامه ويقوى عوده ويجمع ماله ينقلب عليك. سئل أحد السلف: ألا يضيق صدرك من تجاهل معروفك من قبل من تحسن إليهم؟ أنا بس أنا يضيق، وأنت يضيق، لما واحد يقول يا أخي هذا كان وحنا سوينا وحنا أحسن له. فسئل: ألا يضيق صدرك من تجاهل الناس؟ ألا يضيق صدرك من تجاهل الناس حينما أنت تحسن إليهم؟ فماذا قال؟ قال: أصلا ما انتظرته حتى أحزن، أنا ما انتظر الناس حتى ترد لي المعروف، يكفيني، قال يكفيني أن الله يقول إن الله يحب المحسنين، فيكفيني حب المولى، أنا لا أنتظر أن يرد الناس معروفهم، معروفي لهم. في هذه الدنيا كثيرا ما نفعل الأشياء الخيرة الطيبة ونبذل قصارى جهدنا لإسعاد الآخرين سواء بكلمة أو بفعل، وكثيرا أيضا ما نلاقي جزاء هذا الإحسان قد تجسد بصورة نكران أو تجاهل ممن أحسن إليه عملا. فأتذكر المقولة المشهورة: اعمل الخير وارمه وين؟ في البحر. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا البحر الذي نرمي به الإحسان يعطينا من خيراته الكثير. رسالتي هذه أوجهها لكل من صعدوا على أكتاف الآخرين وأرخوا بأرجلهم من على أكتافهم مستغلين طيبة قلب الطرف الآخر، ولكنهم وبطبيعة الحال نسوا أو تناسوا أن الدنيا إذا ما ضحكت لك في يوم من الأيام فإنها ستبكيك دهرا، وتلك اليد الذي امتدت إليك لتخرجك من وحل سوء الأفكار ومن شر ما اقترفت يداك ومن سوء فكرك الذي ألقيت أنت به نفسك، فإنها سوف تسحب نفسها وتختفي إلى الأبد. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه دائما ما يردد في داخله: لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب. يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا ما توارى عنك فهو العقرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وطبيعة النفس البشرية وللأسف فإنها في حال حصلت على ما تريد هرولت وراء شهواتها الدنيوية، تاركة خلفها من مد لها يد العون، متثاقلة أن تقول كلمة واحدة مؤلفة من أربعة أحرف ألا وهي شكرا. يأتون إلينا من باب الشفقة والمودة والرحمة ليجدوا فينا منجما من العطاء والإيجابية، ومن ثم تتجلى خطتهم بالتحول إلى مصاصي دماء ومبتلعين عظيم ما وهبه الرحمن لنا. وهذه الهبة ليس بالمال، وإنما تتجلى بالطاقة الإيجابية التي حباها الله لخلقه ليضعفوا الطاقة التي تتجلى بفضل الله علينا، وليجبرونا على الإحساس بالعدم والفشل، ويظفروا هم في نهاية المطاف بالنصر والتصفيق، ناسين أن الجزاء من جنس العمل. إن الله في هذه الحياة يمهل ولكنه لا يهمل، وكما أن لقوانين الجاذبية الثلاثة تطبيقات في الحياة، فإن لله قوانين لا تعرف زمانا ولا مكانا، فهي قد تقابلك دون أن تستعد لها. ويا بخت من نام مظلوما ولا نام ظالما. احذر من قوانين الله، احذر، فإن الله عز وجل شانه إذا أوقع عليك قانون سواء كنت ظالما أو ناكرا أو حاسدا أو فيك ضغينة، إذا أوقع عليك قانونا إلهي
والله ستتفاجأ ولن يطرق عليك الباب. لهذا اصنع الخير واصنع الإحسان ما دمت حيا، فيكفيك أن الله عز وجل شانه يعلم أنك محسن. إيهن يوسف عليه السلام وهو في السجن، سجن، أتعلم ما السجن؟ غرفة واحدة كم بها من الأناس في هذا السجن، غرفة مظلمة، السجن يقضون حاجتهم في هذا السجن ويستحمون في هذا السجن، غرفة واحدة، وكم عدد الأناس الذين معه؟ وما هذا؟ قال له أهل السجن: إنا نراك من المحسنين. هو محسن، البيئة تغيرت من حوله، ابن نبي كريم، ابن كريم، ابن كريم، لكن البيئة تحولت من ابن نبي إلى رجل قد سجن، وبتهمة تمس العرض، بتهمة تمس السمعة والشرف، والناس تحب أن تتكلم بما يمس الأعراض، الناس تبحر في مساس الأعراض، تبحر أكثر من المساس بالفساد المالي، أكثر من الفساد في المنصب، تبحر في المساس والتكلم في الأعراض، لأن الناس تحب أن تأكل لحوم الناس ولو كانت جيفة. فالشاهد يوسف عليه السلام في السجن ويعاني ما يعاني من ظلمة السجن والظلم الذي وقع عليه، جمع ما بين ظلام السجن وظلمة الخلق وظلم الخلق. حينما زليخة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، هي التي أقرت، وهو قال دافع، هي راودتني عن نفسي، وما حاد ظلم وسجن، فعانى من ظلم السجن وظلمة السجن وظلم البشر وظلمة قلوبهم، وما هذا كله لم يتأثر ولم يتغير، بل قال شهد له من في السجن. ومن كان في السجن؟ كان معه الخباز قاتل وضع السم للملك، وساقي الملك وضع له السم في الخمر، وكان معه من قطاعي الطرق واللصوص وهاتكي الأعراض، وأناس لا تعرف إلا الموت والقتل وهتك العرض، وما هذا؟ شهدوا له وقالوا: إنا نراك من المحسنين. أعظم شهادة أن يشهد لك العدو، أعظم شهادة أن يشهد لك العدو هي الحق. فلما خرج من السجن يوسف عليه السلام وعلى عرش مصر، وأصبح طعام الناس تحت يده بفضل الله عليه، وأصبح عزيزا لمصر، يا أيها العزيز، قالوا له إخوته، وما هذا؟ لما دخل عليه إخوته قالوا له: إنا نراك من المحسنين. الله، يوسف الذي في السجن، يوسف الذي في السجن يعاني من ظلمة القلوب ويعاني من ظلم الناس ومن السمعة التي أخرجوها عليها، هو نفسه الذي على العرش، يوسف هو يوسف، محسن لم يتغير رغم اختلاف الطبيعة والبيئة والظروف، إلا أنه لم يتغير، بقي أصيلا كالذهب. هذا هو الإحسان، حينما تحسن للناس لا تنتظر منهم أن يتحولوا للذهب أبدا، ولكن ابق أنت من الذهب. إذا أنت تريد الناس أن يتحولوا لذهب، اقبض يديك واجلس في بيتك واحبس مالك ولا تخرج على الناس، فالناس معادن، محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا هذا، ناس معادن، منهم كالذهب والفضة ومنهم من لا يسوى درهما واحدا، فأنت تتعامل بناء على أصلك لا أصولهم، تتعامل على معدنك لا معادنهم. فلهذا كن كيوسف عليه السلام، كن محسنا وإن أظلم عليك الزمان، كن محسنا وإن ظلمك الناس، كن محسنا وإن أساء الناس لك بسمعتك، كن محسنا وإن تطاولوا عليك، كن محسنا وإن كان الناس يرونك مرما لألسنتهم وقذفهم وشتمهم، ابقى وارتفع واسمو للسحاب، فالأرض لن تعانق السحاب، الأرض لن تصعد للسحاب، الأرض لن تصعد للسحاب حتى تعانق السحاب، بل السحاب ينزل حتى يعانق قمم الجبال. فأنت كن ذهبا وتواضع وانزل للناس مع بقاء أصلك، وأن يطلق عليك سحاب. لهذا إياكم أن تختلف معادنكم بحسب اختلاف الناس لكم، حافظوا على جوهركم، واعلموا أن الناس منهم من يبنى على مصلحة ومنهم من يبنى على حب ومودة. إذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعطى أناس ليؤلف قلوبهم على الحق على الإيمان، بالمال أعطاهم مال
حتى يؤلف قلوبهم، وأطلق عليهم المؤلف قلوبهم. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويهديهم للحق، وبذل ما بذل حتى يؤلف القلوب صلى الله عليه وسلم. فما ظنك، وهو يريد أن يهديهم للجنان، فما ظنك برجل وقع في دين في كذا. علمتم أيها السادة قيمة الذهب؟ لو أنت تمشي في الطريق ووجدت قطعة ذهبية قد علاها الطين والغبار ودست عليها، ثم تأملت ذهب ورفعت قدمك ونفضت عنها الغبار، هي ذهب، عليها غبار ذهب، دون غبار ذهب، تبقى لها قيمة، تبقى لها قيمة. فأنت إن كنت كالذهب، سواء وضعوك على رف يعرض أمام الناس فأنت ذهب، حتى وإن وقعت في الوحل والطين فأنت ذهب، ويبقى الناس يعترفون بمعدنك أنك أصيل. فلهذا لا تبالي بالبيئة التي تحيط بك، اهتم بجوهرك وبمعدنك وقل عظيم يا أنا. حياكم بياكم في برنامجكم من رحيق الإيمان، وأهلا وسهلا بكم. نعم، أم حسام من